pâtisserie. Bismillah. يا سلام يا سلام على الحبايب وعلى الغايب. شوف قالت عليك بالشج. السلام عليكم مرحبا بكم معنا اليوم. نشارك معكم كيكه بالجزر. عندنا هنا 300 غرام ديال البندق، بيكان، الجوز وكاجو. عندنا 4 ديال الشكيلات، وانتم يمكن لكم تستبدلوهم باي فاكهه بغيتوا ديروها. هنا كذلك 200 غرام ديال الزبيب غسلناه وسقطناه، كلكم ديروا الزبيب البيض لا بغيتو. هنا نصف جزره، 3 غرام ديال خميره الحلوى، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره القرفه، معلقه صغيره ديال الخل البيض، نص كاس زيت عنبه عندي معبور هكا، وكاش شوفان. هنا ان شاء الله غادي نبداو باول حاجه غادي نديرو، هي غادي نهرمشو هاد الجزر نص جزره. على هاد الشكل غادي نردو بلاصه ديالو حتى غادي نحتاجو. كذلك هنا غادي ناخدو الزبيب أو العلب المجفف، وغادي كذلك نقومو بالطحن ديالو في نفس المولينكس ولو بقى فيها هداك الجزر. هنا وغادي نحلو الحبيبات واحد النسبة هنا. غادي ناخدو الشوفان وفواكه اليابسة، وغادي نقومو بالطحن ديالها. وهنا صار على هذا الشكل. هنا في الأثناء غادي ناخدو إناء وغادي نسكبو فيه هاد الخليط اللي خلطنا. وهنا غادي ناخدو البيض، غادي ناخدو زيت العود، كذلك معلقة صغيرة ديال الخل. وهنا غادي نطحنو كذلك هاد العناصر. هنا غادي نضيفو القرفة والملح وخميرة الحلوى. واحد طحنة خفيفة فقط. غادي ناخدو النواشف ديالنا كاملة هنا، خزو كذلك لي طحنا أو هاد المشلة، ونخلطو هادشي كامل بهاد الطريقة هادي حتى غادي تمزج الكل. هنا غادي نضيفو هاد الخليط لي درنا، ونخلطو السوائل لي ضفنا في الأخير. نخليوه واحد شوية يشرب، وهنا بعد ما خليناه يشرب العسل هو الأخير. غادي نضيفو العسل حسب الذوق، كان اللي بغي حلو كان اللي بغي ناقص حلاوة. حنا نديرو هاد نص كاس عنبة، هي سير في هاد الطورطة أو
هذه الكيكه ديال خز. هنا كذلك واحد جوج دقائق غادي نخليو كذلك يتشرب هذا العسل. وهنا بعد ما تشرب لينا العسل ناخذ واحد لو بول ديالكم كيفاش بغيتو. انا اختاريتو هكا ريكتانغولار. غادي ندهنوه بواحد شويه زيت العود. جواني كاملة بهذا الشكل. وهنا الكيكة ديالنا غادي نوضعها في الفرن على 250 30 دقيقة ديال الطهي، تكون بعيدة على العافية. بعد ما خرجت الكيكه ديالنا ديال خيزو جات واحد الشكل راقي 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 جدا. انا غتبقى مساله اختياريه، اللي بغى يزيد الحلاوه غادي يدير واحد الخويطات ديال العسل هنايا. اما هي راه حلوه، حنا دابا تنبغيو الحلاوه ديال العسل تكون زياده اكثر. انا غادي نقسم معكم واحد الطريف باش تشوفوا الدخلاني ديالها كيفاش يجي. بسم الله. الموس يدخل بسهولة. هنا غادي نزيد نقسم معكم الفورشيط او معلقة اللي كان، لان هادي راها بحال الباتيسخي. بسم الله. يا سلام يا سلام على الحبايب وعلى الغايب. شوف على تعليكة بالشج، ان الاغلبية فيها فواكه يابسة، فيها كاس واحد ديال الشوفان، شي حاجة اللي هي بلان 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 فيتامين. شهية طيبة. إلى اللقاء.